اهلا شيف سوادي. اهلا, أهلاً عمر. اهلا, اتمنى لك موفقيه كالعاده. تفضل. ان شاء الله راح اشد عيونك بس انت شد حيلك. هاي على عينك السموم. ايه يعني انا اتمنى شيف عمر انه يكون حاسه الشم عندك مثل طريقه الطبخ الحلوه والمعدله. ان شاء الله. شنو رايك؟ إن شاء الله. راح تنجح بيها؟ شوية ضاب عليه. ضاب عليك شيف سوادي ليش هيك؟ شم هذه؟ أنا خايفة يصير عندكم حساسية شباب. زين شنو كانت أول كاسة شميتها عمر؟ عرفت أول وحدة؟ أول وحدة زنجبيل. زنجبيل؟ هذه الثانية؟ قرب واحد اكثر شيء بيدك اذا تريد تلزمها لانك راسك انت ما قاعد ما دا يبين الريحه وياك ما دا يلا اوكي اوكي شنو هاي؟ ما بيها ريحه هذه. اوكي اوكي ما بيها ريحه هذه الكاسه الثانيه. لعل وعسى الكاسة الثالثة يكون بيها ريحة معينة. ايه شنو هاي؟ هيل. اوكي اوكي اذا هذه هيل. تمام. هاي الرابعة يا عمر. اوكي ما اعرف يعني بس اشمها مرة ثالثة. يلا. حتى كلش خفيفة بس هيك اوريجانو هيك شيء. اوكي. اوريجانو. شنو هذه التتبيلة؟ اوريجانو. اوكي. هذه الخامسة. قربها عليك دنق راسك. شنو هاي؟ فلفل هيك فلفل مطحون يعني فلفل مشكلة مطحون؟ عندي مشكلة بالحساسية بالسبايسي. اوكي فلفل مطحون ممكن يطلع؟ ممكن كل شيء يصير. هاي الأخيرة. على راحتك ركز. روزماري. اوكي كزبرة. شكرا لك. عاشت ايدك عموري. تعبناك. شكرا عمر. ضبة قوية طبعا كالعادة. المفاجآت والاختبارات بمشروع الشيف ما تخلص حتى لو كانت الحلقة الأخيرة وحتى لو كانت من خلالها راح يعلن عن اسم الفائز لكن الاختبارات لا زالت مستمرة والتحدي موجود. خليكم ويانا. أعتقد الكل يعرف انه هاي الفرصة الاخيرة له. كلنا ثقة بيكم كلكم ابطال. اهم 40 دقيقة. شباب فرصتكم الأخيرة اللي راح تظهرون بها إبداعاتكم. هاي الفرصة الأخيرة. ركز على طريقة طبخك من كل النواحي. كل مرحلة راح تقول لي عليها إنه أنا مشتغلة بهالشكل هذا راح أطالب. يعني حاول لا توسع نفسك من تشتغل شيء تشتغله بمحله. اوكي اثناء الطبخ اكو تقييم عندنا على درجه الحراره على شغلكم على السكين. دا اشوف اللي طبقه جاهز خليه يبدي يسكبه ويقول انا جاهز.